أشهر كان قد مر علي في طلب العلم. أنتم كم سنة لكم تطلبون العلم؟ بارك الله. يجب أن يكون لكم دروس عامة. طيب، إذا الحديث أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. الرواية الأخرى أيام أكل وشرب وبعال. وبعال. ما هو؟ هذه تعجبكم أنتم متزوجون. بعال. لماذا يسمى الزوج بعلا؟ طيب. فأيام منها يجوز أن يعاشر زوجته أم لا؟ يجوز. فكيف نقول في عمل؟ أي عمل هذا؟ أيام أكل وشرب وذكر لله وبعال. فهمتم هذا؟ طيب، توكلنا على الله. طيب، إذا هنا الشافعي رحمه الله تعالى أخذ بقول من؟ عثمان. ألم يأخذ بقول عثمان؟ نعم، حين قال أهل القرار لا يحضرون، فلينتظر الجمعة فمن أحب، قال قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية، لأنه كانوا إيش؟ الأرياف التي حول المدينة يسمون أهل العالية، ينزلون ليحضروا صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن هنا أخذ الشافعية لا تكرر إيش؟ صلاة الجمعة. هو لا تكرر، يعني إذا في مساجد لغير حاجة لا تعاد صلاة الظهر، مثل كذلك هنا تعيدون صلاة الظهر. هم أحناف، هم أحناف هنا سيدي، مو كلهم أحناف. أهل البلد، عامة أهل البلد هنا أحناف. نعم. لا يعيدون صلاة الجمعة؟ لا. ها؟ لا يعيدون؟ لا. ما في شافعية يلزمونهم بأن يعادوا؟ في بعض القرى يعيدون. في القرية يعيدون؟ نعم، في بعض القرى صغيرة يعيدون. في عدد من المساجد؟ نعم. ممكن ليس في عدد من المساجد، يعني ليس في حاجة. ليس مصر ممكن يكون هذا. نعم. ليس مصرا. لا يطبق عليه يعني. يأخذون بقول أبي حنيفة يعني. نعم. إن في القرية. نعم. هذه الجمعة تقام في المصر. نعم. ينبغي أن لا يصلوا الجمعة. هم احتياطا يعني. نعم. خروجا من خلاف الشافعية. أنت ذكرت لكم لما كنت في المعروف في زيارة خزنوية، قدمت إماما، أنا خطبت وقدمت إماما في قرية كان الموجودون يزيدون عن 5000 مصلي. 5000. هذا الشيخ الخزنوي، الشيخ طريقة، نقشبندية، 5000. وكان شيخهم تلميذي، الشيخ توفي أبوه، صار هو الشيخ، وهو توفي رحمه الله، توفي لكن بحادث، فأنا أستاذه، فكنت دعاني حضرت، فأنا خطبت الجمعة وأنا صليت الجمعة، فهمس في أذني، قال لي نحن نعيد الظهر، قلت له فهمت، عرفت أنه إيش؟ خروجا من خلاف الحنفية، واضح؟ نسن الخروج من الخلاف، فعند الحنفية لو صلى 5000 10000 صلاة غير صحيحة، لأنها في قرية ليست في مصر، ففهمت عليه. كان معنا واحد من القراء توفي رحمه الله تعالى، قال لي ما تصلون؟ قلنا نعم، اسكن في البيت الآن نتحدث. لما رجعنا إلى البيت قال لي ما صليتم الظهر؟ قلت له أنا خروجا من خلاف الحنفية وأنت صليت معنا. قال لا، أنا ما صليت الظهر، صليت العصر. قلت له كيف صليت العصر؟ قال نويت الجمع. قلت له هل نويت الجمع لما صليت الجمعة؟ قال لا. قلت إذن أنت لا في العير ولا في النفير. تعرفون هذا المثل؟ لا في العير ولا في النفير. نعم. طيب، بارك الله.
فماذا قال لهم سيدنا عثمان؟ فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال هذا في محضر من الصحابة وعلى ملأ منهم ولم ينكر عليه أحد. يعني هنا الحجة ليست قوية في أنه أخذ بقول الصحابي، وإنما إيش؟ يعني يمكن أن يقول هذا إجماع حصل لأنه لم ينكر عليه أحد. لكن هل هذا كان مذهب الصحابة رضي الله عنهم كلهم؟ طيب ماشي الحال، إذا بعمل قول الصحابي هذا. طيب، واحتج أحمد وأصحابه بما روى إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة. هذا ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا هذا مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد، حتى يعني أبناء المدينة لهم ماذا قال؟ نعم، صلى العيد ثم رخص في الجمعة، يعني لأبناء البلد. نعم، ولا يعني ينكر، لا ينكر على ذلك. أنا في هذا العيد قلدت الإمام أحمد، يعني وبينكم مثلا هذا العيد ممكن يوم يوم العيد. نعم، كنت صلينا الجمعة. نعم، وكان العيد كنت متعب شوي، كل مرة بعدك روح تصلي الجمعة أخذت بم... أنا حنبلي اليوم، قلت أنا حنبلي اليوم. وأنا أرى أنه يستحسن في بعض الأحيان أن تأخذ بقول مذهب آخر، لكن ليس مع العامة، عامة يخرجونك عن الدين، لا تفعل ذلك. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزاءه من الجمعة وإنا مجمعون. طيب، إذا هذا يعني حجة أبي حنيفة ومالك أن الأصل حضور العيد والجمعة، أما الجمعة فلأنها فريضة، وأما العيد فلأن تركها بدعة وضلال. إذا يعني لا بد من الحضور. طيب، أقول: والظاهر أن قول عثمان رضي الله عنه في هذا الباب ليس من قبيل ما يدرك بالرأي، ومن المعلوم أن الحنفية يعتمدون قول الصحابي مطلقا ويقدمونه على القياس، لكان من فلعل هذا الحديث لم يثبت عندهم حتى خالفوه، يعني عند الحنفية فلا تسقط الجمعة حتى عن أهل القرى، ليس كذلك؟ وأما مالك رحمه الله وهو راوي الحديث عن عثمان فوجه مخالفته له عدم الأخذ به، وهو الذي يعتمد قول الصحابي مطلقا دون أي شرط، وما ذكره الزرقاني، هذا الزرقاني شارح الموطأ، إذ قال بعد ذكر الحديث: يجوز إذا أذن الإمام، إذا الإمام الحاكم يعني أذن، طبعا مراد بالإمام من هنا؟ الحاكم، عثمان كان هو الحاكم، إذا أذن لهم فلا يحضروا. طيب، وحجة عطاء: اجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمع ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير، فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. رحمكم الله، هذه ثقيلة بعض الشيء. الذين لا يحضرون من أهل القرى يصلون الظهر في قراهم، أما هذه الرواية لا يصلون الظهر مطلقا. صلوا العيد يوم الجمعة، صلوا العيد ركعتين. قال: صلى ابن الزبير في يوم عيد يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، ما خرج ابن الزبير، فصلينا وحدانا، وكان لا، هذا الرواية اللي قبلها حجة عطاء، ما رواه هو إذ قال: اجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان اجتمعا، فجمعهما، جمع بين الجمعة والعيد، فصلاهما ركعتين بكرة ولم يزد عليهما حتى صلى العصر.
رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. هناك من يفعل ذلك في دون أن نتكلم. هناك من يفعل ذلك يسمو حال إيش؟ لكن هذا ليس في رأي المذاهبنا. نعم. هذا ليس في يوجد في المذاهب أربعة. هذا الرأي. لكي يجمع بين. هذا في مذهب فوق المذاهب. ما سمعتم عن أحد أنه يفعل ذلك؟ لا. موجود. موجود دون أن نذكر جماعات. ها؟ ما فهمت هذا. توصلنا بيني وبوشاز. ما الذي؟ هذه المسألة لم نفهم. بركات الجمهور بركات. كان يوم. بعثوا بلتي عنه. عفوا. صباحا. صباحنا عنك. كان يوم جمعة. فصلى العيد ركعتين. قال لهم هذا هاتان نجمع الآن بين صلاة الجمعة وصلاة العيد. وصلى ركعتين. وبس. ولم يصلي الظهر مطلقا. إلى أن صلى العصر. واضح؟ فهمت؟ هناك من يقول بهذا في بعض البلدان وبعض الجماعات لكن لا نذكر منهم. ما عندكم منهم؟ يوجد. يوجد؟ صلى ابن الزبير في يوم عيد يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة. قال أصاب السنة. رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح على شرط مسلم. إذا نعني إخواننا الكرام الله يبارك فيكم انتهت المسألة. هو طبعا نحن لا نفعل ذلك لكن يعني ينبغي أن لا نكون متشددين. إذا وجد من يفعل ذلك لا نتهمه بالباطل والخروج عن الدين ونقول صفته كذا ماشي وكان نعرف يعني حديثا ماشي يعني أدخر شو ماشي يعني مفهوم. أبو داود بإسناد صحيح رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح على شرط مسلم وذكر هذا الحديث النووي رحمه الله تعالى في المجموع. إيه هل من سؤال؟ سيدي يعني بالنسبة لهذا يعني الأمر طالب عن تقليده يعني مذهب لمذهب آخر. يعني إخواننا الكرام لعلكم سمعتم مني مرة أو أكثر الخروج من الخلاف أمر مطلوب. هناك رسالة هل ذكرت لكم ذلك؟ رسالة ماجستير تحت عنوان الخروج من الخلاف وأكثر من يؤكد على ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. الخروج من الخلاف ما معنى الخروج من الخلاف؟ قضية قال إمام بوجوبها وقال باقي الأئمة بعدم وجوبها أيهما أولى أن تفعلها أو أن لا تفعلها؟ أن تفعلها. أن تفعلها على فرض أنها ليست واجبة عند الله تعالى لا يؤاخذك على ما فعلت لكن لم تفعل وكانت واجبة عند الله تعالى أخذت. قضية قال إمام بمنعها بحرمتها بحرمتها أيهم وأئمة ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو الأئمة أربعة لكن الأوزاعي ليس إماما، ابن عيينة ليس إماما، الليث ليس إماما. ذكرت لكم قول الإمام مالك، الليث أعلم من قول الشافعي، الليث أعلم من مالك. المهم ثلاثة أئمة قالوا هذا الأمر حرام، وإمام قال لا ليس بحرام. أيهما أولى أن تفعله أو أن لا تفعله؟ أن لا تفعله. هذا يسمى الخروج من الخلاف. خروج من الخلاف. فالأولى أن يعمل المسلم بما يتفق عليه الفقهاء. هذا إيش؟ الأولى. الأولى. هذا الأولى.
لكن واحد ما فعل ذلك يعني ليس لنا أن نفسقه، أن نكفره، أن نقول له هكذا هذا صفة كذا وهذا صفة كذا. يعني طالما يوجد أقوال، طالما يوجد أقوال. ذكر لي، جاءني مرة، معلش لا تأذوني، واحد أمريكي أسلم وجاء إلى دمشق ويقرأ من دروس العلم، وكان يقرأ عندي درسا في البيت. قال لي: نحن في أمريكا الآن المسلمون مصابون بنوعين من الدعاة، مصابون بنوعين. إيش معنى مصابون؟ مصيبة يعني. النوع الأول يأتي من بلد، ما أذكر هذه البلد، ما أذكر أنا هذا البلد، أعرفه. أول ما ينزل في المطار يسأل كم سيأخذ، كم سيعطى من الدولارات، كم سيحول، يعني كأن القصد الأساس ما هو؟ الدنيا. وهذا يعني يجعل الآخرين يعني لا يتأثرون به، لا يقتلون به. قال لي: ونوع الآخر يقتتلون في المسجد، لماذا سرواله أطول من نصف الساق؟ لماذا جلابيته، هي اسمها جلابية، قال لي: أنا هون لابس عنكم من داغستان ما بل. لماذا هي تنزل عن نصف الساق؟ هل هذا يجوز؟ بلغني أنه حصل قتيلان في بلد إفريقية بسبب أنه عند القيام أثناء القراءة كيف يوضع اليدان. تلك البلاد يغلب فيها المذهب المالكي، فالمذهب المالكي قولان مشهوران، قول بأنه يقبض وقول بأنه يسبل. حصل قتيلان للخلاف فيها. هكذا الدين، هكذا الدين. قل ماذا تريد؟ التوفيق يجوز للضرورة أو للحاجة أو يجوز مطلقا؟ والله أنا أقول يعني لا بأس في بعض الأحيان أن نقلل، أن نأخذ بقول الآخرين، لكن إذا كنا في بيئة لا 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 يكفروننا بهذا التقليل. مثلا التلفيق. تلفيق يعني. لأن أنا لست أصلي خلفك، إمامي الآن في هذه الرحلة الشيخ، ألست تصلي على المذهب الحنفي في أكثر الأحيان، وأنا ألست خلفك أصلي وأقلدك؟ وأحيانا تقلد الشافعي. أنا الذي أقلدكم. أحيانا تقلد، أحيانا، أما في أمور أخرى لا تقلد الشافعي يعني. لكن أحيانا يعني أحيانا يناسب أن لا يكون هناك ضرورة ولا حاجة، لكن بشرط، وهذا أنبهكم إليه، لا تفعلوا شيئا يمكن أن ننكر عليكم فيه. فهمتم علي؟ نعم. لا تفعلوا شيئا يمكن أن ينكر عليكم فيه، افعلوا ما يفعله أهل البلد، افعلوا ما يفعله. ماشي؟ طيب، هل من سؤال؟ ننتقل إلى بحث آخر. سؤال يا شيخ. ممكن سؤال؟ تفضل. عندنا الحنفية يعني قراءة الفاتحة خلف الإمام كما أعرف هذا مكروه، تحريم مكروه، ولكن عند الشافعي يعني واجب. هل يمكن أن القراءة الباجي المالكي شارح الموطأ عند الإمام مالك: الله أكبر الحمد لله رب العالمين، لا يقرأ توجه ولا يقرأ دعاء الثناء ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، رأسا الحمد لله رب العالمين. الباجي إمام في المذهب المالكي وهو شارح الموطأ، ماذا يقول؟ أنا أقرأ البسملة مع الفاتحة ولا أن أصلي صلاة مكروهة عند إمامي
أولى من أن أصلي صلاة باطلة على مذهب غيري. وهنا يعني أنا أقول وأكرر القول، قلت لكم هذا الكلام، إذا كنت تعلم أن من يصلي خلفك ومن حولك سوف يثيرون تشويشا عليك وإنكارا عليك، لا أصلي كيف يصلون، مذهبهم ما هو، صلي بهم حسب مذهبهم. أنا أظن أن كلامه هو أحيانا يعني يكون مثلا الخروج من الخلاف قد يكون ما بين مفسد مثلا للعبادة و يعني واجب، يعني مثلا عند الحنفية مكروه تحريما يعني قراءة الفاتحة خلف الإمام، ومن قرأه متعمدا آثم ويجب عليه إعادة الصلاة. طيب وعند الشافعية لا تصح بدون يعني كيف يمكن أن نخرج من هذا الخلاف؟ عند الحنفية مكروه تحريما ويأثم ويعيد إذا يعني خلال الوقت، أليس كذلك؟ حتى المقرر خلال يعني الصلاة التي أديت مع كراهة التحريم تعاد في الوقت وبعده. طيب إذن يعني هذا صلاته يعني فيها شيء مكروه تحريما، إذا لم يقرأ الفاتحة عند الشافعية باطلة، فأيهما أولى؟ أن يصلي صلاة مكروهة تحريما أو أن يصلي صلاة باطلة؟ لكن كما قلت كل من رسول الله ملتمس، وثقتنا بالله تعالى أن كل إمام هو على الحق، كل إمام على الحق، وتقليدنا لأي إمام نرجو أن نكون من المفلحين يوم القيامة. واضح هذا الكلام إن شاء الله. لكن أحيانا مثلا في بلد، مثلا أنتم الآن هنا يعني يختلف الحال كما قلتم حنفية أو شافعية في داغستان، مثلا عندنا في دمشق في حي الميدان في المسجد الذي أنا أصلي فيه أخطب فيه، إذا يعني أقدم لصلاتي إماما لست أنا إماما. طيب فأحيانا يوجد إمام يلتزم مذهبا، مثلا أنا كنت في قطر وكنت في مجموعة سكنية، والمجموعة السكنية فيها مسجد، وكان إمام المسجد جزائريا وكان يلتزم المذهب المالكي، وهو طويلب، عرفت إيش معنى طويلب؟ تصغير طالب، طويلب عزم، وكنا الذي نصلي خلفه أساتذة بالجامعة ومن مختلف البلدان، فينا الشافعي والحنفي ويندر فينا مالكي، لم ما أذكر أنه يوجد فينا مالكي وحنبلي، هو لا يصلي إلا على المذهب المالكي. لم أقول له يا أخي راعي الذين يصلون خلفك، تبهت معي؟ يعني أحيانا يكون هناك مناسبة لأن يقلي، راعي الذين يصلوا خلفك، هو يصلي على المذهب المالكي الحمد لله رب العالمين، على مذهب الشافعي صلاته ايش؟ باطلة، على مذهب احمد صلاته ليست سليمة، على راعي بقيت مذهب اقل شيء تارك سنة، يعني اقل شيء تارك سنة. طيب راعي الذين يصلون خلفك، انت لست واضح.